مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها مواقع إخبارية يمنية، حديقة ألعاب في دمار تحولها الميليشيا إلى معسكر لتدريب مقاتلين. صحيفة عربية تعلق: الحرب تحبس اليمنيين وارتفاع كبير في تكاليف سفرهم جوا. ومن بي بي سي: لا داعي لأن يزورنا ترامب، وثيقة يوقع عليها 900,000 بريطاني. أهلا بكم. موقع الموقع بوست ينقل عن محللين قولهم إن عملية البيضاء مؤشر خطير في التعامل مع ملف القاعدة باليمن. وقال الموقع إن العملية الأمريكية التي نفذتها واشنطن في اليمن أثارت مخاوف عديدة لدى الأوساط اليمنية، والتي رأت فيها مؤشرا مقلقا في المنطقة وفصلا جديدا ينذر بتطورات خطيرة في البلاد. الباحث في شؤون الجماعات المسلحة نبيل البكيري قال إن العملية العسكرية التي نفذها الأمريكان بأنفسهم تعد تحولا خطيرا في توجههم والتعاطي مع ملف تنظيم القاعدة في اليمن، الذي كانوا يخوضون حربا ضده بالوكالة عن طريق الانقلابيين. ويضيف للموقع بوست إن هذا التحول سيعقد الأمور وسيؤدي إلى زيادة التحشيد والتجنيد لدى أنصار القاعدة الذين كانوا في مرحلة ضعف كبير، كما أن عددا من التعقيدات ستساهم في خلط الأوراق فيما يتعلق بالحروب المستمرة ضد الانقلابيين. يمن مونيتور عنوان في صفحته الرئيسية: جماعة الحوثي تفاوض مستثمرين إماراتيين لتأجير سواحل اليمن الغربية. وقال الموقع إن جماعة الحوثي المسلحة تفاوض مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة لتأجير السواحل اليمنية الغربية في اجتماع مغلق عقد في العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة ليمن مونيتور فضل عدم الكشف عن هويته أن دولة الإمارات ترغب في استئجار الخط الساحلي لمحافظة الحديدة وشواطئها. وأضاف الإمارات: دولة خليجية تبحث عن الاستثمار حيث وجد، وبالفعل أبدت رغبتها بالتعاون في المجال الاقتصادي والسياحي في بلادنا. الذين تابعوا إفادة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أمام مجلس الأمن يلاحظون أنه ما يزال مصراً على التعامل مع المشكلة، وكأنها نزاع بين طرفين متساويين في الحق والواجب وفي المسؤولية عما تشهده البلد من مآس وكوارث محدقة. هكذا بدأ عيد دروس النقيب ما قاله المنشور في الاشتراك نت، وقال في جزء منه: رغم الكثير من الحقائق التي تضمنتها الإفادة، إلا أن المبعوث الأممي تعمد عرض النتائج وتحاشي التعرض للأسباب التي صنعتها، فهو يشير إلى عدد القتلى من الأطفال والمدنيين عموماً، وإلى الخسائر في البنية التحتية وتعطل الحياة في جميع المدن والأرياف، وإلى ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة وانتشار الأمراض والأزمة الغذائية والدوائية والأوضاع الأمنية الصعبة، دون أن يشير إلى من أوصل البلد إلى هذا المستوى، ولم يقل أن الذين سطوا على الدولة ونهبوا مقدرات البلد وحولوا الجيش والأمن إلى أدوات لقتل المواطنين بدلا من حمايتهم، وحولوا محتويات خزينة الدولة إلى أرصدة خاصة بهم بدلا من توفير الدواء والغذاء والماء والخدمات الضرورية للمواطنين، هم من أوصلوا البلد إلى هذه الدرجة من الانهيار. وحتى حصار تعز تناوله وكأن قوة خارقة من خارج الأرض هي من تقوم به، وليس طرفا يمنيا يسعى ولد الشيخ لمنحه نصف الحكومة ونصف الحكم حتى بعد كل الذي عمله باليمني واليمنيين. الأخطر هو عدم التعرض لمن سطوا على الدولة ونهبوا مقدرات البلد واستولوا على الجيش وأسلحته، ومن ثم مكافأتهم بجعلهم ندا مساويا لسلطة رئيس شرعي منتخب من قبل الشعب. لا بل ونقل صلاحيات الرئيس إلى هؤلاء الانقلابيين في عملية هي أشبه بمكافأة الجاني ومعاقبة المجني عليه. إلى موقع المصدر أونلاين الذي أورد العديد من العناوين، بينها: مقاتلة أمريكية من دون طيار تدمر عربة تقل عناصر يعتقد انتماءهم للقاعدة جنوب اليمن، وعنوان آخر: مصدر حكومي يؤكد للمصدر أونلاين وصول الدفعة الثانية من النقود الجديدة إلى عدن. ومن العناوين أيضا: ترامب أذن بالعملية العسكرية للقوات الأمريكية التي استهدفت قرية وسط اليمن.
وإلى موقع الاشتراك نت والذي عنوان في صفحته الرئيسية: شهدت محافظة إب وسط البلاد معارك عنيفة عصر الأحد بين مجاميع مسلحة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. مصادر أمنية قالت للاشتراك نت إن الاشتباكات العنيفة اندلعت بين المسلحين في حارة الوازعية ومنطقة أحوال الثلاث شرقية مبنى ديوان محافظة إب. المصادر ذكرت أن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين بسبب خلافات حول وسطات يريد الطرف الأول السيطرة عليها مستقويا بمساندة ميليشيات الحوثي وصالح. كما أكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الطرفين، أسعف على إثرها المصابون إلى عدد من المستشفيات في المدينة. يتابع الموقع: تشهد مدينة إب انفلاتا أمنيا كبيرا وفوضى عارمة تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، حيث راح ضحيتها عشرات المواطنين بين قتيل وجريح. اليمني الذي يقتله الإرهاب ومكافح الإرهاب. تحت هذا العنوان كتب علي الفقيه مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال في جزء منه: قبل حوالي 15 عاماً فتح المخلوع صالح باتفاقية محاربة الإرهاب الأجواء للطيران الأمريكي ليصطاد اليمنيين، وفقاً للمعلومات التي يتلقونها من منظومة المخابرات التابعة لصالح، والتي استعملت الحرب على الإرهاب كوسيلة ضمن لعبة ابتزاز العالم وضرب مراكز النفوذ التي تخرج عن طوعه في الداخل، ولا تزال اللعبة متواصلة حتى اليوم. ويقدم صالح وحلفائه الحوثيون معلومات فيها الكثير من المغالطات عن أشخاص ومجموعات تقف ضد مشروعهم. وطوال السنوات الماضية ارتكب الطيران الأمريكي عدة مجازر بحق مدنيين أبرياء وسقط فيها عشرات النساء والأطفال، كل ذلك أثناء استهدافه لأشخاص يشتبه بانتمائهم للقاعدة. القاعدة موجودة وعناصرها يتحركون على الأرض ولهم تواجد في أكثر من منطقة يمنية، لكن لا يمكن للأمريكان الادعاء بنجاح جهودهم في مكافحة الإرهاب وهم فعليا ساهموا في تدمير الدولة اليمنية من خلال التواطؤ والتسهيل الذي قدموه للمتمردين الحوثيين لتنفيذ انقلابهم على الدولة اليمنية وتدمير مؤسساتها والاستيلاء على أسلحة المؤسسة العسكرية بما فيها الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة للحكومة اليمنية في عهد صالح وخصصتها لمكافحة الإرهاب. في النهار يهتف الحوثيون بشعار الموت لأمريكا، وفي الليل يتواصلون مع المسؤولين الأمريكيين لتقديم أنفسهم كحلفاء لمكافحة الإرهاب، وهم بذلك يواصلون الدور الذي كان يقوم به حليفهم صالح. وبما أن كل أطياف الشعب اتحدت لمواجهة مشروع الحوثيين وصالح وإنهاء انقلابهم، فإن كل من يواجههم سيكون في نظرهم إرهابيين ودواعش. ونقرأ لكم من موقع المشاهد نت: رابطة أمهات المختطفين ترفض محاكمة أبنائها في سجون جماعة الحوثي. وقال الموقع: أصدرت رابطة أمهات المختطفين بيانا عبرت عن رفضها فيه محاكمة أبنائها المختطفين في سجون الحوثي ومحاولة إضفاء شرعية على اختطافهم من خلال محاكمات هزلية. وعبر البيان عن مفاجأة أمهات المختطفين بصنعاء من قيام جماعة الحوثي وصالح بعقد جلسات محاكمة لعدد من أبنائهن المختطفين في سجن الأمن السياسي. واستنكر بيان أمهات المختطفين هذا الإجراء الذي يهدف إلى محاولة إضفاء الشرعية على خطف الأبرياء على أساس التحقيقات التي أجريت معهم تحت التعذيب وتلفيق التهم بحقهم. ومن محافظة ذمار عنوان موقع الصحوة نت: ميليشيات الحوثي تحول حديقة إلى معسكر لتدريب الأطفال على القتال. وحولت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية حديقة هران إلى معسكر لتدريب الأطفال وطلاب المدارس شمال مدينة ذمار. وقالت مصادر محلية إن الميليشيات حولت الحديقة إلى معسكر لتدريب الأطفال وتقوم بتدريبهم ثم نقلهم إلى القتال في جبهات القتال في عدد من المحافظات اليمنية. وبحسب المصادر فإن ميليشيات الحوثي طردت مستثمر مشروع ألعاب كان يعمل على تطوير حديقة هران بمدينة ذمار، والتي تعد المتنفس الوحيد للأطفال بالمحافظة. موقع الصهاريج نيوز عنون في إحدى موضوعاته: تقرير رسمي يكشف عن عملية منظمة للمتاجرة بالشهادات الوهمية داخل اليمن وفي 42 دولة عربية وأجنبية. يقول الموقع:
في التفاصيل، إن تقريرا رسميا كشف عن وجود عملية منظمة للمتاجرة بشهادات وهمية في عدد من الجامعات الأهلية اليمنية، وأكد توسع وانتشار هذه الظاهرة خلال الأربع السنوات الماضية. وأوضح تقرير رفعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي أن 11 جامعة أهلية تمارس العملية التعليمية في أكثر من 84 مكتبا في الداخل و42 دولة في الخارج تحت مسمى مكاتب التنسيق وبرامج التعليم المفتوح دون الحصول على تراخيص قانونية. وتكشف الإحصاءات الأولية لبيانات الطلاب الملتحقين في هذا النوع من التعليم عن وجود أكثر من 46 ألف طالب وطالبة ملتحقين بهذه البرامج، ولا تزال عدد من الجامعات تتهرب من تسليم كافة بيانات الطلاب الملتحقين بتلك البرامج، والوزارة مستمرة في متابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد، وإلى صحيفة العربي الجديد والتي عنونت: الحرب تحبس اليمنيين وارتفاع كبير في تكاليف السفر جوا. بيانات رسمية وبحسب العربي الجديد أظهرت تهاوي أعداد المسافرين جوا من وإلى اليمن خلال العام الماضي 2016 مقارنة بالعام 2014. وبحسب إحصاءات صادرة عن هيئة الطيران المدني حصلت العربي الجديد على نسخة منها، لم يتجاوز عدد المسافرين 200 ألف شخص العام الماضي مقارنة مع 2,600,000 مسافر عام 2014. تضيف الصحيفة، رفعت شركة الخطوط الجوية اليمنية أسعار التذاكر لأول مرة في يونيو 2015 بنسبة 130% ليصعد سعر التذكرة إلى القاهرة وعمان من $300 إلى $700 قبل أن ترفع سعر التذكرة مرة أخرى مطلع مايو الماضي إلى $1,000. ناشطون يمنيون أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية، مشيرين إلى أن أسعار تذاكر الطيران في اليمن تعتبر الأغلى عالميا، وأن السفر أصبح مستحيلا في ظل الأسعار الجديدة. صحيفة الخليج عنونت: هادي ينهي إضراب عمال شركة مصفات عدن. تقول الصحيفة الإماراتية إن الرئيس هادي أنهى الإضراب المفتوح لعمال الشركة الذي وصل يومه الثامن على التوالي عقب زيارة قام بها إلى مبنى الشركة بمدينة البريقة محافظة عدن. وأشار المصدر إلى أن هادي التقى خلال الزيارة بمدير الشركة محمد البكري ومديري الإدارات والنقابة العمالية فيها، وناقش أسباب إضراب العمال والنتائج المترتبة عليه، ووعدهم بمعالجة وحل للإشكاليات المتمثلة في الرواتب المتأخرة مع الجهات المختصة في الحكومة والبنك المركزي. وفي محافظة أبين قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة شنوا هجوما على مبنى الأمن العام في مدينة الزنجبار دون أن يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الحكومية. وقال مصدر أمني للاتحاد إن المهاجمين أطلقوا 3 قذائف باتجاه مبنى الأمن العام أثناء حضور مدير الأمن العام عبد الله الفضلي ولقائه عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الجنود فيما لاذ المهاجمون بالفرار. وتوعدت السلطات المحلية والأمنية في محافظة أبين بالرد الحاسم على الجماعات الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة. وعن الاستثمار للنصوص الدينية في إدارة الحروب كتب خالد الحروب في صحيفة الحياة وقال في جزء من مقاله، تاريخ البشر قديما وحديثا حافل بحقب دموية تسبب فيها قادة رعن مهووسون بخطابات دينية أو شعبوية أو شوفينية يقودون شعوبهم والعالم إلى بحار من الدماء. عندما يتحدث زعيم شعبوي لقوة عظمى وصل إلى الحكم على رافعة الشعارات الغرائزية التي تمجد الأنا الجماعية وتطهرها وتشيطن الآخر وتجرمه، فعلى العالم توقع الأسوأ. تاريخ البشر يقول لنا أيضاً إن استغلال الدين وتوظيفه وتحويره هو الطريقة الأقصر للوصول إلى قلوب عامة الناس وتثويرهم وحشدهم كالقطيع وراء الزعيم أو الحزب أو الدولة التي تقوم بالتوظيف. خطورة خطاب ترامب لا تحتاج إلى نقاش معمق،
وبعض من تلك الخطورة يتأتى من تراكم إدراك غربي وغير غربي خلال العقود القليلة الماضية يحصر العنف الديني واستغلال الدين في المسلمين والإسلام بسبب صعود التنظيمات الأصولية الإسلاموية التي تنسب نفسها للدين والجهاد وآخر تمظهراتها القاعدة وداعش. هذا الإدراك الغربي المختزل والتسطيحي يخلق البيئة المناسبة لتبني سياسات عنصرية وفجة وحربية أيضاً ضد الآخر. على ذلك من الضروري معرفياً وسياسياً التوقف ملياً وموضعة العنف المنسوب للدين في سياقاته التاريخية من ناحية، وإدراك اتساع نطاق تطبيقاته لتشمل معظم إن لم يكن كل الأديان والثقافات. لا تقدم هذه السطور أي مرافعة اعتذارية للعنف الإسلاموي الذي يستخدم الدين من قريب أو بعيد، بل تدينه بلا تردد ومن دون لكن، بيد أنها توسع النقاش وتوجه الاتهام إلى الغرب أيضاً، حيث تاريخه القديم والقرسطي والحديث حافل باستغلال الدين ويفيض بالعنف الديني الدموي. ومن شبكة البي بي سي نقرأ لكم هذا الخبر تحت عنوان مئات الآلاف يوقعون على التماس يطالب بإلغاء زيارة ترامب الرسمية إلى بريطانيا. وقالت الشبكة: وقع مئات الآلاف في بريطانيا على التماس يطالب بإلغاء الزيارة الرسمية المقترحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا، وذلك بعد إصداره أمرا تنفيذيا بمنع دخول مواطني 7 دول شرق أوسطية إلى الولايات المتحدة. واقترب عدد الموقعين على الالتماس من 900,000 شخص، ما يعني أنه حصل على أكثر بكثير من العدد اللازم من التوقيعات كي يناقش في البرلمان. وقال صادق خان رئيس بلدية لندن: الزيارة لا يجب أن تتم، بينما يسري القرار التنفيذي بالحظر الذي فرضه ترامب. أنا واضح تماما، هذا الحظر قاس ومشين، وبينما يستمر تطبيق هذا الحظر لا يجب أن نمد البساط الأحمر للرئيس ترامب. وإلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة الإمارات اليوم، والتي عنونت: وفاة عائلة إسبانية تحت أكوام من الثياب في منزلهم. وقالت الصحيفة: قضى زوجان إسبانيان وطفلتهما تحت أكوام من الثياب سقطت عليهم أثناء نومهم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام. وذكرت الصحيفة أن العائلة كانت تخزن الثياب في منزلها لإعادة بيعها، واكتشفت الإبنة الكبرى البالغة من العمر 18 عاماً الأمر لدى استيقاظها، وتبين أن الرفوف التي تحمل الثياب البالغ وزنها بين 1,000 و2,000 كيلوغرام انهارت أثناء نومهم. صحيفة الحياة اللندنية قالت إن لبنان دخلت موسوعة جينيس هذه المرة أيضاً، والسبب يعود إلى مذيعة لبنانية تتحدى الإعاقة بتخطيها حاجز البث المباشر المتواصل ل24 ساعة عبر تلفزيون لبنان الرسمي. تعطي الصحيفة معلومات عن هذه المذيعة وتقول: هي داليا فريفر التي تسلمت فور انتهاء التحدي شهادة رسمية من ممثل موسوعة جينيس تؤكد كسر الرقم القياسي العالمي الذي كان سجل في الولايات المتحدة. تقول الصحيفة: أكثر من 70 شخصية استقبلت فريفر على مدار هذا النهار الماراثوني بمعدل 15 دقيقة لكل ضيف، حاورت ضيوفها في الفن والثقافة والرياضة والطب والمجتمع والسياسة بابتسامة لا تفارق وجهها من دون كلل أو ملل، حتى حين شعرت بدوار قبل نهاية البث المباشر بقليل لم تستسلم أو توقف التحدي. تضيف الصحيفة: ربما يبدو هذا عاديا بالنسبة إلى مذيع آثر خوض تجربة من هذا النوع، لكن ما هو غير العادي أن يكون المذيع ضريرا كما هي حالة فريفر، فهي فقدت بصرها في 18 من عمرها. من هنا فإن الهدف أكبر بكثير من تحطيم رقم قياسي، الهدف تسليط الضوء على ما يمكن أن يحققه ذوو الاحتياجات الخاصة من إنجازات. الربيع الأفريقي، تحت هذا العنوان كتب محمد أبو الغيط مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال في جزء منه: قصتنا تبدأ بداية معتادة تكررت في عشرات الدول. دكتاتور وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري ويرفض مغادرتها محتميا بجيشه وبشعارات حماسية. في يوليو 1994 قاد الضابط الشاب يحيى جامع انقلابا أوصله إلى رئاسة غامبيا ليحكم قرابة ربع قرن شهدت أحداثا كثيرة استحق في أثنائها لقب قذافي أفريقيا.
يحيى جامع كان قد أعلن في 2007 في بيان رسمي من القصر الرئاسي توصله إلى علاج لمرض الإيدز عن طريق الأعشاب، حيث يعتبر الرئيس العبقري نفسه خبيرا بها. وفي عام 2014 أعلن حظر اللغة الإنجليزية باعتبارها إرثا استعماريا. أما في 2015 فأعلن بلاده جمهورية إسلامية في خطوة اعتبرها تخلصا من الإرث الاستعماري، وقال في خطابه: غامبيا في يدي الله. لكن جامع خسر الانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي لأسباب عديدة، أهمها توحد كامل قوى المعارضة خلف منافسه أداما بارو، والذي كان يعمل حارسا في لندن في أثناء دراسته في مجال العقارات وعاد إلى بلاده عام 2006. حدثت المعجزة وأعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في ديسمبر الماضي فوز بارو. في البداية اعترف جامع بالنتيجة واتصل بخصمه ليهنئه، لكنه فجأة تراجع. لكن ما لم يكن في الحسبان هو الموقف الإقليمي. أعلنت مجموعة دول غرب إفريقيا إيكواس دعمها المطلق لنتائج الانتخابات الديمقراطية، وهددت بتدخل عسكري فوري لخلع الرئيس بالقوة. أرسلت نيجيريا والسنغال قواتهما، وعبرت القوات السنغالية الحدود بالفعل بلا مقاومة. لم يكن أمام جامع إلا الاستسلام، وهكذا وافق على وساطة من موريتانيا وغينيا. تقدم قصة جامع دروسا لكل الأطراف في العالم العربي، للأنظمة وللمعارضة، كما يقدم الدور الفاعل لمجموعة إيكواس دروسا أخرى لجامعة الدول العربية العريقة العاجزة. أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع مواطني 7 دول الدخول للولايات المتحدة الأمريكية ردود فعل غاضبة في العالم وفي أمريكا نفسها، حيث خرجت عدة مظاهرات منددة بالقرار. صحيفة الشرق الأوسط نشرت صوراً لبعض المظاهرات، نتابع. إذن وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.